ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم فيديو جديد على قناه ايوه مليكه رشاد. بصوا، النهارده الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ازاي تخلي تليفونك مقفول وهو متاح. يعني ايه؟ يعني اي حد يرن عليك ويلاقي ان الرقم غير متاح وانت اصلا تليفونك شغال، وتعرف ترن على اي حد بس ما حدش يعرف يرن عليك. بصوا، بتطلبوا ايه بقى؟ اطلبوا نجمه 21 نجمه 3 7 شباك، ماشي كده. بنطلب الرقم ده اهو، بيقول لي تم بدء رمز ال MMI، اعادة توجيه المكالمات، تم التسجيل بنجاح، ماشي. لو عايزة بقى الغي الخدمة دي ويبقى تليفوني متاح عادي، بعمل شباك 21 شباك، ده كده الالغاء، وادوس على اتصال. بيقول لي بدء رمز ال MMI، إعادة توجيه المكالمات، تم إيقاف الخدمة، ماشي كده. ده الكود بتاع فودافون. كود اتصالات بقى ايه؟ بنطلب نجمة 21 نجمة 0200 شباك. بيقول لي تم بدء المسح اللي هو التلقائي، ماشي كده. بقى فعلنا الخدمة بتاعة اتصالات، بس انا عشان خاطي فودافون فمش هينفع اتصل منه. اوكي، لو عايز الغي الخدمة من اتصالات بروح عاملة شباك شباك 002 شباك، كده بلغي الخدمة بتاعت الاتصالات، ماشي. والفيديو ما تنسوش يا حبايبي، لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس.